يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا في أمر في غاية الأهمية. اتكلمنا ازاي نتعامل مع احتياجات أولادنا، ازاي ندير احتياجات أولادنا اللي هي أحد أهم مصادر الضغط علينا في حياتنا المعاصر، وهي اللي بتحسس كتير من الآباء إن هم مش قادرين يكونوا آباء أكفاء بالنسبة لأولادهم. لا، احنا عايزين ندير احتياجات أولادنا ونحاول بقدر الإمكان إن احنا ننقلهم من إن هم يكونوا مستهلكين وعندهم شراهة وعندهم نهم إلى إن الناس تكون عندهم صمود نفسي وعندهم ثقة وعندهم كمان استثمار لمواردهم والنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أودعها في شخصيتهم. تعالوا، صحيح المسألة محتاجة مجهود، لكن ده أفضل مليون مرة من إن احنا نقف مكتوفين الأيدي أمام نوع من أنواع التهام شخصية أولادنا ونسيبهم يضيعوا مننا ويتفككوا. لا، تعالوا نساعدهم ونساعدهم على ان شخصيتهم تتبني ودايما يحصل لهم ارتقاء ودايما يحصل لهم تقدم، لان الوقت اللي جاي محتاج ناس عندهم صمود وناس عندهم قيم وناس قادرين يديروا احتياجاتهم ويستثمروها في ان هي تدفعهم عشان يكونوا دايما احسن ويكونوا دايما عايشين بمدد ربنا وبنظر ربنا ليهم دايما بان هو سبحانه وتعالى لا يمنع عطاؤه عنهم، ولكن هم يحتاجون إلى أن يسيروا إلى الله سبحانه وتعالى بغير تعلق بما سواه، ويكونوا دائما مع الله وبالله، ويشعرون بنعم الله عليهم وبمدده الذي ينزله عليهم. يا رب اجعلنا دائما في رضاك، واجعلنا من أهل المدد، واجعل أولادنا في كنفك، واجعلهم يا ربنا ممن يرتقون فيكونوا دائما على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى قيمه وعلى أخلاقه، واجعلنا معهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. ألهمنا بمددك وأمدنا بمددك في كل وقت وحين.